ماجد، انا متشرف جدا بجد ان احنا قاعدين قدام بعض. معانا ماجد، قائد كبير، وتربينا على ترانيمه، وتربينا على الفريق بتاعه، وكبرنا كلنا. سمعنا ان انت علاقاتك وعندك اصحاب من سنة 50 ولسه مكملين. مش عايز اكبرك في السن قوي يعني كده، بس ايه، ازاي في الوقت اللي هو مفيش صاحب يتصاحب والجو ده، ازاي في حاجة اسمها علاقات لسه مكملة لحد دلوقتي يا ماجد؟ انا بعتبر انه الصداقات اللي بتموت او تنتهي او يحصل فيها مشاكل او خناقات بعتبرها هزيمه، يعني ببص لها نظره الهزيمه، يعني ما بحبهاش. حس انه في حصل مش خساره، هزيمه. يعني احنا في كتير ناس هاجرت، وانا من الناس اللي كنتش عايز اهاجر من زمان، واصحاب كتير عندي هاجروا. ازاي تفضل الصحوبيه موجوده وهو بعيد؟ الصحوبية مش هي مجرد، يعني مش نظريتنا اتكلم كل يوم ويكلمني كل يوم يعرف انا اكلت ايه وفطرت ايه ونمت بدري ولا لا او كده. بس الصحوبية حاجة تاني، يعني الناس اللي بعرفهم من زمان، بتقابل لسه مع الناس بتوع الكلية بتوعي، لسه عندي صحاب من ايام المدرسة عادي خالص، بس مش بنقعد نتكلم كل يوم. يعني انا مش بعرف الصحوبية بان هي تتكلم مع بعض كل يوم وتعرف كل حاجة، ولو معرفتش تزعل منه، لا لا. تعريف الصحوبية عندي مختلف. كأنك بتقول كده انه الموضوع مش بالكم بنقعد مع بعض قد ايه، ولكن بكيفية الوقت اللي بنقضيه مع بعض او كده. اصحاب الكلية بتوعي لما بنروح نخرج ناكل لقمة مع بعض، اهلا اهلا، او ما بنقعد كأننا كنا مع بعض امبارح واحنا كنا في الكلية متخرجين، انا هندسة، قعدنا مع بعض 5 سنين. فالاصحاب القدام دول فيهم ميزة انه انت ما بتبصش هم عيوبهم ايه، هم بيبصوش لعيوبك، انتوا زي ما تكون ايه مفروضين على بس بعض. فرض حلو يعني على بعض، ما تقعدش تفكر، ما تقعدش تحسب، لو قعدت تحسب مش عايز ده، مش عايز دولة، مش عايز اكلم دي، ايه الاخر، لا دولة كده انت بتاخدهم باكج على بعض، شروه بالظبط. شروه واحده كده. طيب الموضوع صعب قوي في العلاقات والصحوبية مع التوقعات يا ماجد. يعني اللي بتقوله ده نظريا خطير، ولكن عمليا في حاجة اسمها معنى ان احنا ارتضينا ان احنا نبقى مع بعض، فانا متوقع من ماجد يعمل كذا وماجد متوقع مني كذا، وده مخبط علاقاتنا كلها. لازم تبقى عارف انه الصاحب اللي انت بتختاره او مجموعة الاصحاب اللي انت بتختارهم بيحددوا حاجات كتير قوي. انت ما بتقولهمش حددوا، بس طالما انت ارتضيت ان انت تقعد معهم مدة طويلة وتكلموا مع بعض كتير وتخرجوا مع بعض كتير، تسافروا مع بعض كتير، وتليفونات ومسجات وحاجات وحاجات، فانت لازم تعرف ان هم يا اما هيشكلوك يا اما انت هتشكله، او الناحيتين. بس حتة ان احنا نفضل مكاننا كده واحنا اصحاب لا، ما بيحصلش. انت بتكلم معاه في ايه؟ يعني انت قول لي انت بتكلم مع صاحبك في ايه؟ الحاجات المشتركة اللي ما قول لي بتكلموا في ايه؟ يعني انا بسألك يا رب. في اهتمامات، نفس الاهتمامات مثلا، ولو كان هو اهتماماته قد كده مثلا وانت اهتماماتك قد كده، هتقدروا تفضلوا صحاب؟ مش هنقدر نكمل قوي. فيا اما انت تصغر اهتماماتك شويه عشان تقدروا تتصاحبوا، صح، يا اما تقعد تعذبه معاك وتقول له كبر اهتمامه، والراجل اصلا بينهج. فبرضه انت اصحابك بيحددوا مش بس حجم طموحك، طموحك في ايه. فلو هو مثلا كل همه مثلا ازاي، يعني هو بيعيش الشتاء والخريف والربيع عشان يوصل للصيف، والصيف بالنسبه له هو الحياه، وانت صاحبه قوي، الصيف بالنسبه لك هيبقى الحياه، وباقي السنة دي قاعدها مستني توصل لشهرين ونص بتوع الايه، بتوع الصيف. فلو هو عامل كده انت هتبقى عامل كده. لو هو كل همه انه يخرج برا البلد دي وانت كان عندك 22 سنة او 23 سنة، هيبقى كل همك بعد كده بعد شوية كرهتني فيها يا اخي، ده انا مش طايق بسبب كلامك الى اخره. فاللي انا عايز اقوله انه مفيش حاجه اسمها اصحاب بيقضوا مع بعض وقت كتير قوي، بس يعني مفيش حاجه احنا عادي وكل واحد في، لا، بيحددوا بالذات لو سنك صغير. فاحنا بنشكل بعض، فمثلا اللي هو لو عايز تعرفني كويس هتتفرج على صحابي، هتلاقيني غالبا شبههم. قول لي مين صاحبك انا اقول لك انت مين، زي ما بيقعدوا تقول من تحب اقول لك من انت، لا قول لي اصحابك مين اكزاكتلي وطموحاتهم ايه. والمقوله العظيمه بتاعت واحد بصاحب علي علوكة واشرف كوخ، سيبتك عايزه تقولها علشان اسامي مريحه، عايزه يطلع ايه، طيار، صح، فهو حطها لك، يعني قال لك انه لا مش هيحصل. فانا بس بقول انه ده صاحبي قوي، كويس قوي انك متمسك بصحابك وده شيء جميل، بس لو بتقضي معاهم وقت طويل انت هتبقى زيهم او هم هيبقوا زيك. لو كله تفاهه وكله اي كلام، اول ما تقعد في وسطهم وتقول لهم انا اعتقد ان مش هيصاحبوك، الرزل الخنيق السمك، ايوه، وهيعملوا جروب واتساب هم معاك وجروب تاني من غيرك، ما تقولوش لرابي لانه انت خنيق. أيوة، صح. كل ما بتقدر تصاحب ناس يرفعوك ولو سلمة واحدة يبقى حلو، وانت ترفعهم سلمة. مشكلة كبيرة قوي الأصحاب دي، بتكلم فيها مع أولادي أقول له بتعملوا إيه في طول الوقت،
نقعد مع بعض يا بابا. حتى لو ما بيعملوش انا بفكر في الحياة ان هي فجوة سلبية وفجوة ايجابية. احنا بنلعب في الفجوة السلبية ان احنا ما نشتمش ما نحلفش ما نضربش ما طب والفجوة الايجابية دي اللي نعمل ايه مثلا؟ دي مش موجودة لان احنا اصحاب بنلعب كلنا في الحتة دي ان احنا نتخانقش مع بعض ولو حد اتخانق مع حد احنا نصاحبه على خلاص. طب يعني مفيش اي نحت فن تصوير عزف يعني انا بضحك بس ايه مفيش حاجة يعني. فلا بيحددوا انت مين، بيحددوا سقف طموحك. طيب تنصحنا بايه لو هناخد كده كم حاجات عملتها يا ماجد عشان تفضل العلاقات اللي حواليك مفيدة لماجد وفي نفس الوقت انت بتأثر فيها بشكل ايجابي؟ لا اتحرمت شوية بسبب الخدمة، انا مش بشتكي ولا زعلان ولا اي حاجة، انا مبسوط جدا. لكن يعني دي سنة 45 للخدمة، ففي حاجات اتحددت. انا بصاحب اكتر شوية لو في وقت بيتقضى، مش الصحاب اللي من زمان، الصحاب اللي من زمان موجودين وكل حاجة بس ما نقضيش وقت كتير، لكن مش زعلانين. الشخص اللي بقضي معه وقت اكتر بتلاقينا بنعمل حاجة، بنوصل لحاجة، بنحقق حاجة حتى لو كانت مرحلية يعني مش لازم تكون كونية يعني. بس أحب أبقى يعني ما أعرفش أقعد مع رامي مثلا مرة واثنين وثلاثة وأربعين كل اللي بنعمله نشرب قهوة، بحس إنه مش عايز أشرب قهوة تاني. مش إن رامي في حاجة بس لو أنا بعمل حاجة مع رامي دي تبقى يعني طب هايلة. ليه؟ لأن في الآخر في إنجاز مع الصحوبية حتى لو كان الإنجاز بسيط أو حتى لو الإنجاز يعني ممكن إنجاز مادي خفيف أو إنجاز اجتماعي أو إنجاز مش لازم يكون روحي أو بس في حاجة بتحصل، بقضي وقت مع الناس دي أكتر وما بحاولش إنه عشان ده صاحبي فأحس بتأنيب ضمير مش بقعد معاه ومش بتكلم معاهم وبتاعه يزعلوا مني. لا ما بحبش الأصحاب اللي هي النوعية دي، وأنا أعتقد إن أنا طبيعتي ما بلمش نوع الأصحاب اللي هو ما كلمتنيش وأنا زعلت منك. أنا طبعا منساش عيد ميلاد بعض يعني مش للدرجة، بس مش لدرجة انه انا زعلت. وفي مرة خرجت على فكرة وسمعت من برة احنا نقطع مع بعض تعالى نخرج احنا مرة تانية ونطنشهم. يعني ما بحبش العلاقات اللي بالمنظر ده. فإذا كان هقول نصيحة هقول الناس اللي بتعمل معها حاجة اللي بتوصل معها الحاجة اللي بتحقق معها حاجة طول معها وقت، دي أفيد حاجة في العلاقة، أفيد حاجة. وما يدعوش بقى نسمي أصل العلاقة دي طويلة كويس الإنجاز حلو، بحبش أرمي أصحابي ولا أصحابي يرموني، بحبش أبدا. بس ممكن يبقى صاحبي ونتكلم مع بعض بالتليفون كل كام شهر مش مشكلة مش عيب. بنات طبعا وضعهم مختلف ودول محتاج لهم حلقة تانية لأن هم تعرفهم للصحوبية مختلف تماما، إذا مش قاعدين مع بعض كل النهار نايمين أيوة. واحنا مش بنتريق خد بالك ما أقدرش. فتعرفهم اللي هم احنا بنقول فيه ده احنا بنتكلم روحنا، لكن الأولاد الشباب الرجالة يقدروا. ماجد الحقيقة خلاصة خبرة سنين يعني عايز ألخصها في جملة واحدة، إزاي قدرت تحط حدود عشان توصل للتعريف ده من غير ما حد يزعل منك؟ الصحاب سؤال صعب قوي. أنت ما فيش حاجة بتقررها، أنت بس بتعمل إيه؟ بيبقى التليفونات مش كتيرة قوي، الخروجة مش كتيرة، فده بيحصل من نفسه. مش لازم تكلم شخص تقوله على فكرة أنت أخرك معايا مرة كل شهرين يعني عيب، يعني ما حدش بيعمل كده. بس هي بتحصل كده من نفسها انه اللي بيكتر اصحابه بيخسر نفسه. صح. ومعروف ان الاصحاب بيحددوا زي الحداد كده وش بعض شكل بعض اداء بعض شخصيات بعض الى اخره، بيعملوا حاجه بيعملوا. فانت لازم تبقى عارف وتبقى ناصح واعي على نفسك وتبقى برضو خايف على اصحابك ان انت مثلا ما تصاحبش حد مثلا انت عندك شركه مثلا رامي ده عنده شركه وبيعمل ويساوي وصاحبه عيني بالعافيه بيجيب جنيه اخر الشهر وانت عمال كل شويه تكلمه عن انجازاتك ارحمه يا اخي يعني محبط قوي. لا يعني برضو مش كده مش احساس ابدا. انا مقتنع ان الاصحاب لازم يبقوا قريبين من بعض. صح. ماديا حتى مش زي بعض بس الفروقات ما تبقاش شنيعه الا لو كان يجمعهم عمل واحد او توجه واحد، ده اللي بيخليك تقدر توسع دايره اصحابك شويه. غير كده بيبقى صعب قوي ان واحد مليونير بيصاحب واحد فقير دير. ماجد نقدر يبقى عندنا كذا دايره بكذا شكل كده للعلاقة؟ هل ده صحي شايفه؟ طبعا. وأقضي مع دولة وقت أكتر من دولة شوية ودولة ونخسرش حد ونصاحب الناس ونحب في بعض وكل حاجة، لكن يبقوا دوائر مختلفة. ابني الكبير يعمل كده يقول لي بابا دولة ما يخرجوش مع دولة. دولة أقول له أنت بتعمل إيه؟ يقول لي خلاص أنا متفق معهم إن دولة مع بعض ودولة مع بعض. هعمل عيد ميلاد هنا وهعمل عيد ميلاد تاني. ففي عنده حوالي 80 عيد ميلاد بيحضرهم، لكن خناقات يا بابا. دي مشكلة تانية. بس يقدر يفصل. انا بقى مستغرب يعني هو دول مش تبع بعض؟ يقول لي لا يا بابا خالص دول ما عرفوش بعض. انا بسمع اسميهم كلهم بس هم ما عرفوش بعض. ماجد شكرا جدا لانه رامي مرسي ليك.
انا مبسوط بالقعده ونفسي الحلقه ما تخلصش. انا قبلك خلصت قهوتك عشان كده عايز تقوم. عشان كده خلصنا الحلقه. ماجد شكرا، واكيد هنتقابل تاني في حلقات تانيه. شكرا لوقتك وكل كلمه قلتها، يعني دي حاجه مش هنقدر ننساها. شكرا.